خالد هيتجوز أم ليالي وياسر ناوي يتجوز ليالي and me مين هيتجوزني هل change for me why انت ما بترديش ليه هترد دلوقتي لما تتقطعي وتخش الفرن ولما تتلسوعي بالنار هتقولي حقي برقبتي لا لا يا عمي لا انت ليه بقيت شخص دموي كده طول عمرك اسمر سمار النيل طول عمرك اخلاقك من اخلاق الارض الطاهره اخلاقك زي الطين وات طين مصر العظيمه اوكي طول عمرك رومانسيكي رومانتيكي مش فاكر يا عوني لما كتبت لي قصيده حب ودستها في وسط دفتر الاوردرات ده انا لسه محتفظه بيها اقريها بليز صفيحة زبالتنا من كتر وكستنا فضية وفضحتنا في وسط أهل البيت صفايح الجيران عزبالين نعمة وإحنا صفيحتنا عزبالين نقمة عالصبح ياخدوا سلام وإحنا ناخد شتمة من فقرها يا عالم جبت في ورق وحشيت ده حتى قطتنا زهقت كمان من الحال هجرت صفيحتنا ومشيت في حال بطال كل ما بسمع القصيدة دي ببقى عايز انام ياه هاني بليز اتفضل ممكن النهاردة نتواعد على العشاء برا بس من فضلك مكان يكون بعيد عن صفحة الزبالة اوكي جنبها على طول عشان مامي؟ مامتك ايه يا بنتي؟ مامتك خلاص هتتجوز ليها بقى في يجيب لها دلوقتي؟ لا عشانك انت ميرسي بس ده مناسبة ايه؟ احنا هنستعبط بقى ولا هنسوق الهبل يعني في ايه لمناسبة ايه يعني في مش مامتك خلاص هتتجوز خالد؟ المفروض طيب حلو قوي مين بقى اللي لسه ما اتجوز؟ هالة وأيمن وعوني وأشرف ليه انا بتكلم عني انا وانتي هو انت عايز تتجوزني يا ياسر؟ ده ايه الغباوة اللي انت فيها دي؟ يعني طول المدة دي كلها مش حاسة باللي انا بعمله عشان اعجب اهلك ولا ايه؟ انا كنت فاكره انه عادي يعني عشان قرايب لا ما احنا عايزين بقى نزود القرابه دي بقى ونستغل بقى ان خالد ومامتك هيتجوزوا ونعمل فرحنا في ليله واحده كده وعلى حسابهم بالمره بقى اصل ايه يعني ما علقتيش ولا قلت ايه رايك في الالوان والحركات انا عارف شعور العروسه من جوه بيبقى فيه حاجات كده خلاص انا النهارده هروح لمامتك واطلب ايدك منها كده والله خلاص ان احنا نتجوز مامتي ما تطلبش ايدي من مامتي طبعا تطلبها من اونكل مين اونكل مين بقى
انكل خالد. نعم يا اختي. لا معلش يا ياسر، يو هاف تو فولو الاصول. بلا فولو الاصول ولا مش اصول، انا ما بحبش في الكلام ده. ايوه لازم تمشي ورا الاصول، وتفضل انا مش هاخد منك اي حاجه الا لما انكل خالد يوافق عليك. والله خساره في كده ب 40 جنيه. ايه رايك في الكوشه دي؟ وحشه. تجنن، هتبقى التيم بتاع الفرح الفرعوني. فرعوني؟ اه، وندي كل واحد من المعازيم هديه مسله. قصدي ابقى انا لابسه فرعوني وانت داخل الفرح على حصان ولابس مريلا على اللحم. الصبر كده. طب ايه رايك اني البس كليوباترا وانت تتلف بشاش زي الموميا تبقى تجنن؟ اسخن كده. يوناني، ايه رايك نعمله يوناني؟ نجيب تماثيل وعواميد ونافوره. حلو، وناخد الواد خريستوبولوس معانا وننط في الترعه. لا نتبل. ما احنا بقى كل واحد فينا يجيب سشوار وينشف نفسه. طب بلاش اليوناني، نخليه ايه؟ نخليه ايه يا صافي؟ افريقي، ونجيب حيوانات. يا صافي انا قاعد هنا مع حيوانات في الكافيه. لا مش عايز افريقي. طب اعمل ايه؟ غلب حماري مش لاقي. اختار انت. طب استنى انا هحاول افكر لك في حاجه كويسه جدا. اهو حلو ده، نخليه زي ده. بس ده يا حبيبي مش فرح، ده عزا. حلو قوي 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 ده. هو بصي، شفت العروسه لابسه اسود ازاي؟ شعريه جدا. بس دي يا حبيبي مش عروسه، دي واحده ميته في تابوت. يبقى اشوفك في حياه افضل اكيد يا زافي. بليز مستر خالد بليز. لا يعني لا، مش عملتلي فيها من رجاله ياسر وعملتلي حفله خطوبه؟ اشرب بقى. ده اول مره اخد منها راند فول. انا هاخدها النهارده في فلوكه على اليونان وهنرجع اخر النهار، يعني ما ينفعش اتاخر. تتاخر؟ ده انت متفائل قوي، انت بالكتير تبعت لها الفول بتاعك. انت قالها مش هتطلع من هنا قبل اسبوع. نو اوكي. مساء الخير. مساء الخير يا نحنوح. يا فندم انا لفيت مصر حته حته وشارع شارع، حتى الزواريق دخلتها، ان الاقي سجاير الدكر المتين دي مفيش. حضرتك متاكد بالاسم ده؟ متاكد يالا طبعا، انا اي حاجه اقولها متاكد منها. وايه رايك بقى هتجيب لي سجاير الدكر المتين والبان الفيل الظريف؟ يلا يا باشا اروح اجيب لك ان شاء الله من جنينه الحيوانات. بس وعاد الله ماليش ذنب، ده هو ياسر. مستر ياسر يا حقير. يا باشا مستر ياسر ايه؟ ده هو اللي وزنا نعمل فيك. اخرس يا ولد، شغالين عندنا هنا تنسوش نفسكم خالص. يلا يلا روح هات لي سجاير الدكر المتين والبان الفيل الظريف. يلا تمام. انت ازاي تسمح له يشوحنا كده؟ اخرس. اهدى، تاكسي العاصمه جاب لنا ورد. نهارك سعيد يا فندم. خالد انا انكل خالد يا ولد. معلش انا عشمي في حضرتك كبير، وانت عارف ان احنا بقى جيل طايش ومتسرع. انا جاي وامل في ربنا ان حضرتك توافق، ويعني اطلب ايد كريمه حضرتك الانسه ليالي كده اهو. طب روح يا ولد اسبقني على المكتب. روح يا ولد اسبقني وانا هاجي اتفاهم معاك. شكرا يا فندم. تعال لي انت بقى حبيبي. يس انا طالب منك بقى خدمه صغيره خالص. يا جنب الطبيخ المعفن اللي انت بتعمله، عايزك تجيب خزين الرز اللي عندنا وتعدهولي رزايا رزايا. واي احنا عندنا جرد النهارده ولا حاجه؟ انا عموما ما اقدرش اعد اكتر من شوال واحد. قلت لي بقى يا شاطر جاي تطلب مين؟ ليالي. ليالي يا انكل خالد. طب قول لي يا حبيبي اسمك الثلاثي زي ما هو مكتوب في البطاقه. جراي خالد مالك. انكل خالد يا حيوان، انا دلوقتي في مقام عمك. اه وفي مقام برضو ابو ليالي. ها يعني ما عادش ينفع تتجوزها خلاص. ماشي انا ابو ليالي بقى، وعشان كده لازم اتاكد ان الحيوان اللي هيتجوزها يستاهلها. اسمك ايه يا شاطر؟ خدامك ياسر. اخي اسم قديم ومعفن. يا انت يا ابني كده داخل المعركه مهزوم اساسا. عندك شقه يا خدام ياسر؟ اه يا انكل خالد عندي شقه اوضتين وصاله. دي ضيقه قوي 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 قوي. معلش يا انكل، هي من كتر اللي ماشي فيها هتوسع لوحدها. ظريف قوي. انت جاي تهرج؟ لا والله انا اسف يا انكل خالد. مرتبك كام يا ابني؟ والله اللي في الاسم ربنا يجود بيه، اصل انا لا مؤاخذه بقى لحضرتك ما تعرفوش سيادتك، يعني ان انا بالعافيه كده عندي كافيه. استغفر الله العظيم، كباريه؟ لا كافيه ايه كافيه؟ الناس بتشرب فيه حاجه ساقعه، حاجه سخنه، شاي، قهوه. مقهى. 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 هو مقهى. بس مقهى شيك شويه. بس في الاخر قهوه يعني. بس بيقولوا يا ياسر انك انت في البتاعه دي المقهى شريك ثالث كده تعبان، يعني اقل جرسون احسن منك. والله مش مهم بقى، المهم ان لالي بتحبني وانا بحبها. شوف ازاي، هي اللي قالت لك كده؟ والله حضرتك بقى مش مصدقني، روح اسالها.
هتعرف بقى ان انا هسالها يا ياسر وماله، وانا مستعد انك تسالها وهثبت لك ان كلامي صح. ما انت هتثبت لي، لازم هتثبت لي، وهوريك ازاي. ها، وانا مستعد لاي اثبات. 5061 5062 وات مستر خالد بيقول لك بعد ما تعد الرز رزايه رزايه، عد الملح ملحايه ملحايه. بليز هاله، هقولك على خبر ممكن يكون صدمه بالنسبه لك. ايه؟ احنا مش هنتعشى مع بعض النهارده. انا اتعشى معاك انت؟ حلوه دي. اوه، هي الحاله رجعت لك تاني. ركزي معايا، للاسف انا بحبك وانت كمان بتحبيني، وكنا متفقين نخرج مع بعض النهارده. دمك خفيف قوي. اسمك ايه؟ الا صحيح انت اسمك ايه؟ اوه ماي جاد، ماي نيم ذس ماي نيم. اسمك ميداليا؟ اوه بليز، ماي نيم از عوني عوني. طب ليه حضرتك عصبي قوي كده؟ انا عصبي على طول، انا من هنا كلها عصبيين. انا ابويا الدرس وجعه، راح للدكتور قال له اخلع لي اسناني كلها وسيبه زي الكلب لوحده. سناني قامت عليا، عن اذنك اروح للدكتور. او ماي لاف 60 60. عدي من الاول. 1. ايه رايك؟ ده تحفة، بس افتكري لي عليكي؟ ما هو لا، في جوازتي الرابعة. يا ريتك كنتي تشوفيني يوميها. هو أنا كنت اتولدت أصلا؟ إلا باباكي كان رقم كام؟ I think الخامس أو السادس. السادس؟ لا، السادس اديته زومبا. إزاي؟ مش دايما بتبقى العزمة في إيدي. أيمن، إيه اللي عمل فيك كده؟ الأوامر. أوامر بتاعت مين؟ أنكل خالد. صحيح، هو خالد فين؟ منه له جاي رايح. منه له، منه له، حسبي الله ونعم الوكيل. بطيء بقالك ساعه في حته واحده، وانا كل ما نضف حالته وسخنها. خالد، انكل خالد يا كلب. حاضر يا انكل خالد، لو سمحت بقى. انت ايه يا حسن؟ لا خالص متضايق؟ لا خالص. امال بتجز لي على اسنانك؟ يعني مفيش، يعني متضايق شويه بس الموضوع كده يعني. افهم بقى، ايه علاقه الجواز بتنظيف الحمام بقى؟ علاقه كبيره جدا. بعلمك الصبر يا ابني، الجواز مش سهل يا حبيبي، لازم تتعلم الصبر. هو انا بعد اللي عمله ده هيبقى فيا حل الجواز اساسا؟ انا خالد جمد يا راجل، لسه بدري، ده اول تدريب. ايه؟ اخلص. هو لسه في حاجة تانية؟ كتير كتير. الله يخرب بيت الحب. مش عارف هشها دي. خطوتين ورا وخطوتين قدام. هو انا حاول يا خالد، انا عايز افهم بس. انا اسمع الكلام قبل ما تفهم. هو انا هتجوز ولا العب في السيرك؟ انا مش فاهم. ارجع خطوتين لورا وتعالى خطوتين قدام. ايوه عارف، لو وقعت الجوازه تتاجل 6 اشهر. ايوه، قدام 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 قدام. هايل. حلو، مرضي يابا. ايه علاقه ده بالجواز بقى يا حبيبي؟ علمك الثبات عشان ما تخشش على مراتك وانت مهزوز كده، تبقاش عايز مهزوز. الثبات ده الكوبايات بس ولا في اطباق بعد؟ لا، ما هي الكوبايات ثبات، الاطباق تثبيت. طيب تمام. حاضر. عايزك بقى تشرب العصير وهو كده. ليه يا عم؟ وانا سفنجه؟ تعمل التمرين من غير ما تتكلم. بص من الاول بقى، من الاول تاني بقى. عيد يا سفنجة. يلا. حاضر. عيد. ايوه. حاجات غريبة قوي يا خالد، مش فاهم. رابطني في الكرسي ومغمي عينيا. طب ما انا يا ابني كده مش شايف. شوف يا صديقي، ده بيسموه في علم النفس اختبار تحمل الالم. الم؟ اللي هو ايه الالم ده؟ ومين اللي بيسموه اصلا؟ يا حبيبي الجواز كله الم، فلازم تتمرن على تحمل الالم عشان تستحمل الم الجواز. ايوه، اذا كان فيها جواز يا معلم اتحمل. ايه بقى شوف الالم؟ شوف بقى الالم اللي جاي. ايه بقى؟ ايه الصوت بتاع الالم ده؟ كهربا. لا كهربا لا. وليه يا خالد؟ يابا 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 خالد، حط كهربا. خالد مش عايز اتجوز. خالد بجد وافتح يا العصبيه. لو النبي خالد، لا 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 ل
بطل صعبان عليك؟ لا انا صعبان عليا فواتير الكهرباء اللي احنا بندفعها. لا والنبي. اه والله انا حبيبي. لا الوضع ده بقى لا يمكن يستمر بصراحة. بيكوز انت السبب. قعدت تقول لازم نجوزهم لبعض لحد ما بقى انكل خالد وبقى يتحكم فينا كلنا. هو الجيل القديم كده. ذمتك يا استاذ ياسر، عمرك شفت او سمعت عن سجاير اسمها الدكر المتين؟ ايوه يا ابني طبعا، انا ما بشربش الا هي اصلا، ده حيط النحل. اهي يا ابني اهي. دي ايه؟ الدكر المتين. طيب لقيتها فين دي؟ وانت مالك؟ بعدين بقى اشرف، ده مش موضوعنا. بصوا يا جماعه، المهم الموضوع ده بجد لازم نصلحه بقى. انا ماليش دعوه وانتوا بتتصرفوا، انا مش هشيل الشنطه دي تاني. انا هشوف اي حد يشيلها ويبقى ياخد 50 60 جنيه. 100 جنيه في اليوم. بص بقى يا كبير، في دماغي ودماغ جزمه قديمه ماشي، جوازه خالد من صافي لا يمكن تتم، وانا هقول لكم تعملوا ايه بالظبط، واللي عمله تعملوه زي تمام ماشي. تعملوا ايه؟ بنعمل زيك بالظبط. اخبيها. ايوه الصمت، ايوه الصمت. معلش يا فندم، يعني لو ازعجت حضرتك، اصل دي مخدرات. مخدرات؟ طبعا، مش بس كده، دي بتاعت استاذ خالد، سرنجات وحشيش. خالد؟ سرنجات وحشيش؟ يا فندم ده في صنف في السوق باسمه، اسمه خالد الجو الصافي. يعني ليه سلوجر باسمه. طبعا يا فندم، وبرضه مش بس كده، بعد بقى ما بيفوق من السرنجات والحشيش بيروح داخل على الخمره، ومش كوبايه ولا ازازه، لا برميل. ما هو لازم يبقى مخلص وبيفهم في كل حاجه. نعم. قولي هو بيشم ايه؟ بيشم كله؟ لا بياخدها دهان. على فكره خالد وحشني، هو فين؟ لو عطى عاطي انا ما كنتش هزعل، لكن للاسف الشديد خالد مشيو مش ستريت. ليه؟ هو بيمشي مع مين؟ بيمشي مع ستات منحرفه. منحرفه لايك ذيس لوك. يس حرفه. يس. كل كام يوم يعرف واحده يضحك عليها بتو كلمه، ياخد كل اللي حلتها ويسيبها على البلاطه. الله، انا احب قوي الراجل اللي مقطع السمكه ودلع. اوه فكرتيني بايام جميله. على فكره محدش يقدر يقطع السمكه ودلعها احسن مني، بس مش معنى كده ان انفعلك. وعلى فكره محدش ينفع لي في الدنيا دي كلها الا خالد. برضو خالد بقى قاعد ألف كل دوت وبرضه بتقولي لي خالد؟ ايوه. الله. طب ممكن تقولي مين اخر واحده قطع السمكه وديلها معاها؟ عايزه تعرفي واي؟ عشان اعمل له سربرايز. لو كان على المخدرات والستات كنت اقول لك ماشي، لكن ده بخيل. بخيل؟ بخيل ازاي يعني؟ الجنيه ما بيخرجش من جيبه ده غير عشان يخش جيبه ده. عيان ما بيصرفش عليه. انت عارفه هو لغايه دلوقتي ما اتجوزش ليه؟ ليه صحيح ليه؟ عشان مش عايز ياجر بدله فرح يتجوز جواها. الله، ده مدبر وجميل، وكلكم لازم تتعلموا تعملوا زيه. ده رايك؟ دلوقتي انا عرفت واتاكدت ان انا وخالد لا يمكن نستغنى عن بعض ابدا. موت تحت. اصل الواحده لما بتحب واحد ما بتشوفش فيه اي عيوب. هما قالوا لك عني ان انا مدمن وبخيل ايحه وبتاع ستات؟ ما غلطوش على فكره، انا مدمن وبخيل وبتاع ستات جدا جدا. اي حاجه بتاعه مربوطه ما تعديش يعني. غيرانين منك يا حبيبي، غيرانين من خبراتك وتجاربك ومزاياك. شوف ازاي. ياسر كلمك؟ كلمه في ايه؟ اصل ياسر يا مامي كان عايز يخطبني، فانا قلت له يروح يطلبني من انكل خالد. انكل؟ ايوه كلمني وانا رفضت. رفضته ليه؟ ايه؟ انت هتسالي؟ لا انا ما احبش كده، مفيش ستات عندي تسال خالص، انا اعمل اي حاجه من غير ليه؟ خلاص اللي يعجبك يا حبيبي. قوم اعملي لي شاي. رايح فين؟ مالكيش دعوه. معلش يا حبيبتي،
عمك خالد مش موافق. مام this is unfair. عوني انا هموت من الجوع، هتعشيني فين النهارده؟ عوني انا هموت من الجوع، هتعشيني فين النهارده؟ عوني انا هموت من الجوع، هتعشيني فين النهارده؟ سامعني ولا ايه؟ انت مين؟ انا مين؟ انا هاله حبيبتك. هو از هاله؟ هاله اللي بتنسى كتير، انت مش فاكرني ولا ايه؟ انت تعديت؟ يعني عارفه انك بتنسي على طول، بتستهبلي وبتعملي انك بتنسي ولا ايه؟ ها انت مين؟ انا فين يا ماما؟ ايه الناس اللي احجامها مختلفه دي؟ يا ترى مين اللي كانت معايا دلوقتي؟ طب ده انا مره قفلت عليه باب الكافيه من بره ونسيته، رجعت لقيته نايم. بجد نايم هنا؟ وكان بيشخر كمان. ايه بتقولي بيشخر؟ ايوه انا لا يمكن اتجوز راجل بيشخر، ده انا طلقت التامن بالسبب ده. هي العصمه برضو كانت في ايدك؟ طبعا يا حبيبتي انا العصمه دايما في ايدي. خالد جوازتنا مش ممكن هتتم. الحمد لله. ليه خير؟ حصل ايه؟ قولي انت بتشخر وانت نايم؟ ده انا برفص كمان، ما عندكيش فكره. ده انا مره كنت بشخر شفطت المخده. ياه ده انا ساعات بعوم فراشه وانا نايم. لا سوري انا ما اقدرش اتجوز واحد بيشخر. ليه بس كده يا زافي؟ ما الدنيا كانت بيس وكله في الامان يا معلم. معلش يا خالد جايز تقول عليا ست تافهه، بس الحاجات اللي زي دي بتنرفزني جدا. ده انا طلقت التاسع لسبب اقل من كده بكتير. كان ماله يا مامي؟ كان لما بيشرب العصير ما بيسيبش شوية في آخر الكوباية، وأنا موتي وسمي اللي ما يسيبش شوية في آخر الكوباية. تي هتقولي لي دول اللي فيهم الفيتامينات يمشي الراجل تروح انتي على طول. قلبي شخر قال كان نفسي نتجوز يا زافي. 1110 20 في تدريبات تانية يا خالد؟ هو 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 احنا لسه عملنا حاجة قدام يا حبيبي. يلا ياسر شفت خالد ومامي مش هيتجوزوا. ايه مالها تتجوز مين؟ بتفكري في مين؟ تعالى يا ابن تفيدة الهبلة. انا ابن مجنونة. كافيتشينو كافيتشينو شوف أكتر من كاركتر والموضوع عمال بيكبر. كافيتشينو تتحسب في ناس بتخم وناس بتطلع نصكم، طبعوا لك أحلى سكم. كافيتشينو Cappuccino Cappuccino